شهوة صابر كي ترضي المنان القادر. كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور. حلل وحلي وأساور. هذه القصة لامرأة صالحة رأينا عنها وسمعنا عنها خيرا، تدعى أم محمد. هذه المرأة الصالحة كنا على مقربة من موطن الحادث الذي حصل فيه الحادث، وكانوا 9 نساء وهي عاشرتهم والسائق معهم. حدثني بالقصة من عايش الحادث ورأه، ولكن ما دار في الباص حدثني به صاحب الباص قبل وفاته رحمه الله رحمة واسعة. ما هو مفاد القصة؟ أخيتنا أم محمد صالحة ما علمنا عنها إلا خيرا خرجت، وكان الأخوات للأسف الشديد كما سمعتم نداء الشيطان احتل كثير من بيوتنا، فطلب الأخوات المدرسات غفر الله لنا ولهن لأنهن الآن تحت التراب، هؤلاء الأخوات طلبنا من صاحب الباص أن يجعل لهم من الأغنيات على الطريق حتى لا يملون بزعمهم. قالت أخيتنا الصالحة ورفعت صوتها: يا فلان اتق الله، أنا لا أريد الأغاني ولا أريد أن أسمع الحرام ولا أريد أن أغضب الله عز وجل، فاتق الله وأغلقه. يقول هو يحدثني، يقول فرددت عليها بغلظة وجفارة: ماذا تريد أن أصنع؟ هذه رغبة المدرسات وأنت واحدة. يقول فشغل المسجل على الغناء وبدأ المغني يغني، نسأل الله السلامة والعافية، وهن يتراقصن. ازدادت الحركة في الباص، غفل السائق، بين غفلة عيني وانتباهتها يأذن الجبار حينما يغار سبحانه وتعالى، غار الجبار جل جلاله في سمائه، فأمر ملك الموت أن يقبض الأرواح. انحرفت السيارة فاصطدمت بسيارة عن مقربة الطريق، ثم في شبك الطريق، ثم انحرفت وإذا بها بسيارة كبيرة قد قطعت الأشلاء إربا إربا. اتصل الشباب من نعرفهم بمقربة من الحادث، وكنا 6 أشخاص، الحق يا فلان هناك حادث مروع، لمدرسات في الباص، حاولوا تتصلون بالإسعاف. اتصلنا، وصلنا إلى موطن الحادث وكان قريب من السكن الذي كنا فيه أثناء الدراسة الجامعية. وصلنا إلى موطن الحادث، والله يا إخوة، والله الذي لا إله غيره، تجد امرأة جسمها هنا وفخذها هناك، وأخرى رأسها هنا وأنفها في الطرف الآخر، وأخرى لم نرى منها إلا جزء بسيط، جزء من صدرها وشيء من نحرها وسوءتها، أجاركم الله. غطينا من نستطيع تغطيته، بحثنا ما وجدنا إلى الآن ولا واحدة من الأخوات على وجه الحياة. ومصداق هذا يا إخوان قول الله عز وجل لما قال: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي مر على قلوبنا ونحن نرى ذلك الموقف، دماء في كل مكان، الثياب مقطعة، الأشلاء في كل مكان. بحثت وجدت السائق، فقلت للشباب: تعالوا يا شباب، السائق حي، تعالوا نحاول نلقنها الشهادة، لعل الله عز وجل أن ينقذه بنا، ولعل الله أن يشفعه فينا. أتينا إلى السائق، والله يا إخوة أنظر إلى وجه الرجل والدماء تخرج من فيه كأنها نافورة. حاولت فرفعته وأسندته على ركبتي وبدأت أضرب على صدره حتى ينزل الدم ضربا خفيفا. يا أخي قل لا إله إلا الله، هذا الموت إلا أن يشاء الله فيرحمك، فاصبر واحتسب، ردد لا إله إلا الله. والله يا إخوة فبكى، بكى الرجل تلقائيا. فقلت له: يا أخي هل هناك من أحياء؟ قال: أنا لا أعلم، لا أعلم إلا أن السيارة ألقت بي. وكان الباص يا إخوان قد وقف على طرف من رجليه بدمائه، يعني لا يكاد ينجو إلا أن يشاء الله. فحاولت
بالتي ولتي أن يردد معي، ما ردت، ولكن قال أعرف أن الله عز وجل قادر. هذا الذي ردده. فقلت له يا أخي ما الأمر؟ قال يا شيخ أسألك بالله، ستجد شابة صالحة إن وجدتها، فأقرئها مني السلام واجعلها تغفر لي وتدعو الله لي أن يغفر الله لي. فأنا السبب، ما تمالكت نفسي وأنا أسمع الكلمات، قلت أين هي؟ قال موجودة، ابحثوا عنها وأسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه، قل لها تسامحني، كنا كذا، وروي لي القصة ولكنها بصوت متقطع. طيب أين هي الآن؟ قال ابحث عنها. تركت الرجل، تعدينا عنه قليلا، قال الشباب الرجال يطلبك الحل، فأضت روحه إلى الله تعالى. جئنا نبحث، وجدت واحدة منهن، وكان وضعها مزري قليلا، مكسرة من كل مكان، حتى إن صدرها وسوأتها وكل شيء من جسمها قد تعرى. غطيناها ولله الحمد، حاولنا تذكيرها، فقلنا لها يا أخية أنت الآن في وضع لا يعلمه إلا الله، استغفر الله. ردت عليك كلمة واحدة، اقلب وجهك وتقول لا إله إلا الله يا أخية. قالت ما بي، انقلع يا فلانة، قولي لا إله إلا الله. فبدت تهز رأسها يا أخوان بهذا الشكل. تركتها، حاولت ما استطعت. بقي الشباب بجوارها يقرؤون شيئا بسيطا من القرآن، وأنا أبحث. بدأ النور يظهر قليلا، والله الذي لا إله غيره. وصلنا إلى الفتاة وكانت بعيدة عن الباص أكثر من 9 أمتار تقريبا، هذا بالتقريب. وصلت إلى الفتاة، أول ما أتيت إليها وضعت يدي على رأسها حتى أرى حرارتها، هل هي حية أم ميتة، هل هي لا زالت حية أم لا. جئت إليها ولا أرى إلا أثر الضربات، الدماء على العباءة، والله يا أخوان كأنما لفها الله بعباءتها فأنزلها، ما رأينا بياض ولا سواد. كل الشباب اجتمعوا، والله يا إخوان بين باك ومسبح وذاكر، سبحان الله، من حفظ هذه الفتاة من بين 9 فتيات؟ هذه الوحيدة التي حفظت، هذه الوحيدة التي يفرح الإنسان والله بها. فوضعت يدي عليها فقلت يا فلانة قولي لا إله إلا الله. فبكت رحمها الله، بكت وقالت اتق الله، ارفع يدك عني لأني ضعيفة ومسكينة، تستبيح جسدي. قلت يا أخي أنت ستموتين. قالت والله الموت أحب إلي من أخون أبو محمد وهو في بيته. نعم والله أحب، هذه كلماتها. ماذا أقول؟ أبكي. ماذا أقول؟ أدعو أخفف عنها الألم. ثم وضعت يدي مرة أخرى فقلت يا أخي أبشري بالخير، الله موجود، الله لن يتركك. قالت أبشرك أنا على خير، لكن لا تحط يدك على جسمي. رفعت يدي وجلست أذكرها بالله، والله يا أخوان ما سمعت منها إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تركتها قليلا حتى تهدأ، وصل الإسعاف، بحثوا ما وجدوا، قلت هذه حية. والله يا أخوان كل الإخوان تعجبوا، كل الإخوان بدأوا يهللون لا إله إلا الله. هكذا خرجت من الحادث؟ قلت والله ما قربت جسمها أبدا، هكذا خرجت من الحادث متسترة، ما ظهر بياض منها. فرجعت مرة أخرى وقلت يا أخية الإخوان سيحملون. قالت لا، يرحم والديك، لا، لا أحد يقربني. ماذا أقول لله تعالى عن جسمي لو لمست بالحرام؟ قلت يا أخيتي ستموتين. قالت الموت أرحم. يا أخي لا تحط يدك على جسمي، أنا حرة، لا تحط يدك على جسمي. قلت يا أخي أنا حرة، لا تحط يدك على جسمي. قلت يا أخيتي ستموتين. قالت الموت أرحم. تركناها حتى أغني عليها، شالها الإخوان، ركبت معها في السيارة أنا واثنين من الشباب وصاحب الإسعاف. وصاحب الإسعاف يقول هذه صالحة لا تخاف عليها. قلت ما من خوف، لكن حالها يجعل القلب يتفطر. فجلست على رأسها أقرأ شيئا من الآيات، والله يا أخوان أن يسمع منها كلمات أحفظها إلى الآن، وكأني أرى المنظر أمامي في ذلك اليوم مع بدو فجره،
ولا نرى منها شيئا، والله ما رأينا منها شيء. أبشركم أنها صالحة، وستعلمون الآن ماذا ختم لها به. ما إن وصلنا ونحن في الطريق وهي تردد: اللهم أنك تعلم أني ضعيفة، يا الله ترحمني. اللهم أنك تعلم أني ضعيفة، يا الله ترحمني. وتردد لا إله إلا الله. وصلنا المستشفى، أخذنا المرأة، حملت، وضعت على السرير. قال الدكتور: المرأة إن نجت فتلك منا من الله تعالى، حسب ما ذكر لنا. قلت: لماذا؟ قال: يكاد أن تكون الكسور عامة جميع الجسد. لا تنسون يا إخوان أن الباص قذف بها من مسافة بعيدة فسقطت على الأرض بكل قوتها. ذكرناها بالله فبكت رحمها الله تعالى. قالت: أسألكم بالله، من يستطيع أن يصل إلى أبو محمد فليفعل، أريد أن أودعه ونلقي عليه السلام. صددت عن المرأة وأنا أبكي، ماذا أقول؟ والشباب من حولي: أصبر واحتسب يا فلان. قلت: مثل هذه والله نفتخر بها، نفتخر بها مثل هذه. فوقفت على رأسها ثم خرجت، ومعي الدكتور ومعي الإخوان، لعل الله عز وجل أن ينقذها. بدأت نبضات قلبها تسرع، وبدأ التنفس يضيق. ننتظر حتى يصل زوجها. في تمام الساعة 9:30 صباحا وصل الزوج، دخل المستشفى وهو يردد: أين العفيفة؟ أين الصالحة؟ أين المؤمنة؟ أين القائمة؟ يا أخوان أنتم ما تدرون، والله ثم والله أنها ما تترك قيام الليل أبدا، والله لا تخلد إلى فراشها إلا بعد أن تقوم لله ما شاء الله لها. قلت: تعال معي. فأمسكت بيده ومسحت على صدره وقلت: اصبر واحتسب، هذا أمر الله، هذا أمر الله، ويعلم الله أني أنا بحاجة لمن يصبرني. وصبرت الرجل، فدخل الرجل، رأيت منظر من أروع المناظر التي ما رأيتها في حياتي. رأيت منظر يجعل والله أصحاب القلوب تتحرك. دخل الرجل فأتى إليها ثم سلم وردت السلام، فقالت: اقرب اقرب يا أبو محمد، ودي أودعك. فقرب الرجل وأمسك بها ثم ضمها إلى صدره، ضمها إلى صدره ضمة المحب لحبيبته، وقال: يا أبو محمد ابشري، أنت على خير. قالت: يا أبو محمد لا تظني أخاف من الموت، أنا ما أخاف من الموت، لكن أمانة أولادي الصغار إن سألوا عني فأخبرهم أني أنتظرهم بإذن الله في الجنة. تركها زوجها قليلا ثم عادت فقالت: يا أبو محمد أسألك بالله سامحني، سامحني، فالله يعلم أني ما خنتك، والله يعلم أني ما قبلت أحد منهم أن يضع يده على جسمي، فتكفى يا أبو محمد، لا تروح وأنت غاضب، فأخشى أن الله يمنعني من الجنة يا أبو محمد. وهي تبكي، ثم ضمها مرة أخرى إلى صدره فقال: أبشر يا أبو محمد، يا أبو محمد أنت العفيفة، أنت المصلية الذاكرة. قالت: اللهم اللهم يا رب السماوات، أسألك يا إلهي أن تحسن خاتمتي وأن ترعى أولادي، فوالله ما أملك من الدنيا أغلى منهم. ثم ضمها إلى صدره مرة أخرى، والله إني أرى الموقف يا أخوان، وأرى دموعه تنهمر وهو يبكي ويتحسر، ولكن ماذا يملك؟ الله أراد هذا، الله أراد هذا. ثم ضمها الثالثة وبكى، والله حتى أبكانا. قال: يا محمد الله يعلم أنك تصومين وأنك تقومين، فأبشري والله الذي لا إله غيره، إني أشهد لك بالجنة، فكنت نعم المرأة. فبكت رحمها الله تعالى. ثم قالت: يا محمد، يا أبو محمد أقل الأولاد السلام، والله إني في خير، وأرى أناس قد أقبلوا علي، فلا تحرمني لذة الجنة يا أبو محمد، يا أبو محمد لا تحرمني لذة الجنة. فبكت رحمها الله بكاء عظيما ورددت: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إنك تعلم أني ما خنت ولا عصيت، فارحمني، ويا ربنا عهدتي الأولاد أبو محمد. فاضت روحها يا إخوان وهي تردد: لا إله إلا الله. فاضت روحها وهي تردد: لا إله إلا الله. موقف في حياتي ما رأيته هذا الموقف، والله لو تأمل كل واحد منكم كيف نفارق الدنيا بذنوبنا، ماذا نقول؟ هذه امرأة خرجت بلا إله إلا الله،
أنت كيف ستخرج من الدنيا؟ فاضت روحها وهي تردد لا إله إلا الله. كم من لسان سيتعثر عند سكرات الموت؟ كم من روح ستتردد حين خروجها؟ هذه خرجت والله قد رحمها، والله إني أراها وهي تبكي مشتاقة إلى الله. أما نحن نشتاق إلى من؟ خرجت المرأة روحها وهي تردد لا إله إلا الله، والشباب نقف على رؤوسهم ونردد لا إله إلا الله، أحدهم يدخل على وجوهنا، والثاني يسبنا، والثالث يغني، والرابع يسب الله جل جلاله. كيف يكون لقاءه مع الله تعالى؟ هانت عظمة الله في قلوبنا فهنا عند نظره، هانت عظمة الله في قلوبنا فقبض أرواحنا ملعونة. ولكن والله إنها عبرة وعظة. إن كنت تريد نفس خاتمة أم محمد فاتق الله في سرك وعلنك. والله إني أذكر ونحن نحملها تبكي تقول اتق الله نزل يدك، اتق الله نزل يدك. هذه امرأة صالحة، ما تقول من خلعت الحجاب، ما تقول من فتنت الرجال، لكن أسأل الله أن يرحمنا ويرحمها، وأسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمته، وأن يحسن خاتمة الجميع رجالا ونساء. الله أعلم. هذه القصة باختصار. أمشي بجلالي وبقصري، أكرمني ربي بصبري، أمشي بجلالي وبقصري، مذللة مسموع أمري، نسمات تلعب. ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوق صمتي، أطفالي حولي ترقبني، تتمايل طربا من صوتي. كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر، كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي وأساور، حلل وحلي وأساور.